حضرتك هتشوفها ولا لا؟ المطب ده بس حضرتك وضح الكلام عشان الساده المستهلكين. الاهالي اللي عاملينه. ايوه وضح يا استاذ احمد، ما انا عايز اقول لحضرتك وضح. كل بيت عامل مطب قدام بيته. بما يسمى بمطبات صناعيه. على طريق سريع. انا وقفت كلمت ناس النهارده، مش عايز اقول لحضرتك، واحد يقول لي ايه؟ اصل كان حصل هنا حادثه من 10 سنين. والتاني يقول لي اصل ده، ولا مؤاخذه بقى، يقول لي اصل كانت المطيه بتاعتك كانت معديه قدام البيت والعربيه خبطتها. طب انت ولا مؤاخذه حيوان من عند حضرتك عدى قدام الطريق غلط حصل له حادثه، تقوم انت بقى تسبب في حوادث لكل اللي هيعدوا على الطريق بعد كده؟ المطبات الصناعيه دي يا استاذ احمد بصرف النظر ان هي بتؤثر عن سلامه على سلامه الطريق. لان العربيات لو حضرتك لاحظت هتلاقي في اماكن المطبات الصناعيه هتلاقي قبلها وبعدها ما يسمى بالراتنج او التخدد، لان العربيه بتيجي هنا وتهدي، بتضرب فرامل، بتقف شويه، بتمشي في مسار ثابت، يحصل تخدد للطريق. اذا هو حصل ادى الى التشوه في سطح الطريق، ده واحد. اثنين، العربيات اللي بتضرب فرامل كل شويه وتخش على المطب وتطلع وترجع تاني، اولا بتستهلك الكاوتش، بتستهلك الفرامل، بتستهلك وقود زياده، بتاخر الوقت. طب ما احنا نقدر نعمل بسهوله جدا، ودي ان شاء الله باذن الله هنعملها، وكنا عاملينها في طريق طرق كتير من الوجه البحر عشان كانت يعني فيها كثافه سكانيه عاليه شويه. نقدر نعمل حواجز نيو جيرسي تمنع خروج الناس مباشره على الطريق لحد ما نعمل الزواج. طبعا انا بتكلم الطريق حضرتك بتتكلم عليه ده بالتحديد طريق فرداني، الطريق صح الزراعي شرق النيل. ده طريق فرداني بينتهي الطريق الصحراوي اللي هو طريق الجيش الحر عند اسيوط، ثم ترجع تخش على الـ 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 يعني النيل، وتمشي بقى تاخد بقى الحته بتاعت اسيوط والبداري لحد ما توصل لحد سوهاج. نعم. الحته دي زي ما حضرتك بتقول، احنا انا كنت بمشي اعد 140 مطب صناعي يا استاذ احمد. 140 مطب صناعي. فالكلام ده طبعا اهالينا هناك بيتفهموا الموضوع ده، في ناس بتشيل المطبات اللي احنا طلبنا منهم كده، واحنا ان شاء الله باذن الله لما نعمل الزواج لهذا الطريق او نرفع كفاءته ونجدده، هنعمل ان شاء الله نيو جيرسي على الجانب الشرقي للطريق اللي هو المعاكس للسرعه، يعني ان شاء الله اللي هو هيبقى في اتجاه المباني، ونحد برضه من خروج او الخروج المفاجئ للاهالي والحيوانات اللي معاهم على الطريق، وما يحصلش حوادث ان شاء الله، ويبقى امننا الاهالي وحيواناتهم، ثم وامننا برضه اللي بيتحرك على الطريق. سيادتك اتكلمت من شويه عن الطرق داخل القرى او الطرق عمليات الرصف اللي هتتم في القرى والطرق الرئيسيه. انا كان معايا النهارده اثنين محافظين، وبكره ان شاء الله معايا محافظ ثالث. النهارده كان معايا اللي هو اشرف الداوودي محافظ هنا، والسيد محافظ الاقصر. مريت معاهم انا ورئيس هيئه الطرق والمجموعه اللي معايا على الطرق المحليه اللي موجوده عندهم. احنا اعتمدنا، سياده الرئيس اعتمد خطه طموحه جدا لرصف كل الطرق الداخليه اللي بتهم المواطن فعلا اللي داخل القرى وما بين القريه والمركز. يعني هيئه الطرق عندنا خطه للطرق الرئيسيه اللي هي بين المركز والمحافظه او بين المحافظه والمحافظه. الطرق بقى اللي ما بين داخل القرى وداخل المراكز وما بين القريه والمركز، تم اعتماد دراسه عملتهم ب 36.7 مليار جنيه مصري. خدناها على مراحل. كام؟ لا معلش، الرقم كام يا فندم؟ 36.7 مليار جنيه مصري. للطرق الداخليه؟ الطرق الداخليه داخل القرى وداخل المدن وبين القرى والمدن. خدنا منهم لحد دلوقتي اول الاسبقيه العاجله كانت 2 مليار جنيه في نهايه العام المالي السابق. ايوه. وحطيناهم في 12 محافظه، ده مش احتياجات ال 12 محافظه، ولكن جزء في ال 12 محافظه. ال 12 محافظه اللي هم كام؟